مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم، وأملنا أنه يترفع لنا هذا البلاء في القريب العاجل، وتمر إن شاء الله بإذن الله عملية التلقيح بكل أمان وبكل سلم وسلام، وإن شاء الله نتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة اللي عشناها واللي خلات مخلفات كثيرة. اليوم ربما كان المفروض أن نتكلموا على اللقاح والحملة ديال اللقاح ومجموعة من التفاصيل اللي احنا ديجا عرفناها واللي احنا متبعينها الآن، وبأنه الناس مازال كتسجل باش يعني تاخذ فرصة في أنها تاخذ اللقاح ضد الفيروس، وإن شاء الله باش على مدى أشهر قريبة نرجعوا لحياتنا من جديد. أكيد أن هذا الموضوع هو فرض نفسه بصفة كبيرة على مستوى الإعلام الوطني، ولكن إلى جانب هذا الموضوع اللي عطيت عليه واحد التوطئة، أتى حفظتي موضوع آخر جات الفرصة باش نتناقشوا فيه، هو أنه جل أسر هنا لهذا الأسبوع هذا الوليدات ديالهم عندهم عطلة، كيقول لك غادي نسافروا غنمشيو نبدلوا الجو نخرجوا مع الوليدات إلى غير ذلك. في المقابل كنلقاو بأن كاين صعوبات برمجة رحلات أو أخذ التصاريح لانتقال بين المدن إلى غير ذلك. في المقابل ايضا كنشاهدوا صور الاسر اللي ماشي لضروره استثنائيه كينتقلوا ما بين مدينه ومدينه، وانما بغرض السفر والترويح عن النفس، تلقاو فيديوهات وستوريهات ديال الناس، احنا في افران، احنا في كيمدان، احنا في الشمال، احنا في الشرق الى غير ذلك، الناس كتسافر. كيتطرح سؤال، واش دابا نقدروا نسافروا ولا ما نقدروش نسافروا؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوه بطبيعة الحال ملي كنشوفوا الصورة كيف ما كنشوفوها اليوم في المجتمع. وكالات الأسفار كتشكى وكتقول بلي جميع الأبواب مسدودة قدامهم، سواء الوكالات اللي عندها أسفار داخل المغرب أو لا خارج المغرب، مثلها مثل مجموعة من القطاعات اللي عرفت واحد الشلل خلال هذه المرحلة الصعبة اللي عشناها. وفي المقابل كنلقاو ناس اللي كيقوموا برحلات وكينظموا رحلات، فكتطرح أسئلة كثيرة، واش ممكن نسافر ولا ماشي ممكن نسافر لهذا الغرض. كنصادف معايا ضيفتين كريمتين اللي غندرتشو معاهم في هذا الموضوع طبيعة الحال. حاضرة معنا مشرفانة لالا إيمان المراني، هي رئيسة جمعية وكالات الأصفار بجهة الرباط سلا والقنيطرة وصاحبة وكالة للأصفار. مرحبا بك لالا إيمان. مرحبا لالا سكينة، تتوجع بليزير. اللهم لك شحال ديما شفنا لالا سكينة، الله يخبرنا خباتنا كورونا، والله الله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله الرحمن الرحيم ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه باذن الله الرحمن الرحيم. اللهم امين. ولكن دائما اللقاء في ميد راديو لالا سكينه. الله يحفظك ليا لالا ايمان، لالا يخطيك، الله يطول عمرك. ايضا حضره معنا مشرفانه لالا اسماء بن بوشه، وهي مديره وصاحبه وكاله الاصفار بمدينه مراكش. مرحبا بك لالا اسماء. بارك الله فيك لالا سكينه، الله يحفظك، مرحبا بلالا. بداية غنبدأ نقاشي معك لالا إيمان، هذه المرحلة كانت صعيبة بشكل كبير على القطاع السياحي في المغرب. جلنا ما كانش عنده جرأة أنه يسافر خلال فترة العطلة الصيفية، كانت تخوفات، كانت مجموعة من الأمور اللي توقفات. ربما وكالة الأسفار عانت بشكل كبير، خاصة اللي متخصصة في الحج وفي العمرة، تنظيم السفرات بطبيعة الحال خارج المغرب حتى داخل المغرب، في مرحلة من المراحل كان واحد التوقف تام. من بعد كان نقاش حول تشجيع السياحة الداخلية مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، ولكن هذا الشيء ما كانش كافي بالنسبة لمجموعة من المتخصصين، خاصة أنه المجال دائما كيعاني من دخلاء، وربما المسألة اللي كنتوا ديما كتشكوا منها وكتطرحوها للنقاش. اليوم الناس بقات ما بين الإشاعة والحقيقة، بصدق واش نسافروا ولا ما نسافروش؟ انا كصحفيه ما عنديش الجواب، واش نسافروا ولا ما نسافروش؟ كنطرح السؤال، واش دابا حنا اللي عندنا الجواب كاين ولا ما نسافرش؟ الجواب واش نورغانيزي ولا ما نورغانيزيش اصلا؟ واش نسافروا ولا ما نسافروش؟ لا سكينه، شكرا على هذه المقدمه، لان انك لخصتي حال السياحه ككل، يعني سواء داخليه ولا خارجيه، أو
كما العنوان ديال البرنامج ياك، هذا هو الواقع. الواقع واحد. لا الواقع هو هذا. الوغ هي الازمه راه بدات، يعني كاين لي زاجونس دو فواياج اللي بدات عندهم الازمه قبل من الناس. وشكون هما هاد لي زاجونس دو فواياج اللي بدات عندهم الازمه قبل من الناس؟ هما الناس اللي عندهم السوق الصيني. يعني الناس اللي كان عندهم السوق الصيني بدات عندهم المشكله قبل من الناس، يعني وهي غدا بالتدريج. يعني راه بدات، لان حنا تنعرفوا لهاد لا بانديمي ولا هاد الوباء راه بدا من نوفمبر 2019 فاش بدات يتعرف وبدات الاخبار تتهضر عليه وهذا الشيء كله، وبدات يدخل بعيد، بدا يعني تيتطور بواحد الشكل يعني سريع جدا. واول وكالات الاصفار اللي عانوا من هاد الوباء هي الوكالات اللي هي عندها السوق الصيني. شوية رجعنا في شهر جوج في 2020، يعني فيفري 2020، سمعنا أنه السلطات السعودية حبسات العمرة، ها هما الناس العمرة تبعو بيان سور. ورجعات تركيا، وحنا عارفين كاملين أنه في مارس أن المغرب قفل الحدود ديالو، وهنا بدات الأزمة ديال بصح. يعني حنا آخر نهار خدمنا فيه في لي زاجونس دو فواياج هو نهار 15 مارس. معظم وكالات الاصفار خدمات اخر نهار ديالها هو نهار 15 مارس، هو اللي كان اخر موعد للرحلات اللي جابت الناس اللي كانوا اللي بغى يجيب وليداته واللي بغى يجيب عائلته واللي كان مشى يتداوى واللي كان مشى يتسارى وهذا الشيء كله. هاد الناس اللي هما كانوا على بال كانوا دخلوا نهار 15 و16 و17 مارس، كان اخر، هادو هما اخر يعني الرحلات اللي كانوا مبرمجين ودخلوا المغرب. وهنا رجع واحد الشلل تام في قطاع السياحه، واللي سيدنا الله ينصرو كنهضر عليه في واحد الخطاب اللي قال لهم قطاع، يعني هو من القطاعات اللي هضر عليها صاحب الجلاله الله ينصرو، كانت القطاع السياحي، لانه هو اول المتضررين واخر المتعافين وعادي جدا. اذا هنا بدات المعاناه ديال وكاله الاصفار، وانا ما عنديش الحق نهضر على لو سيكتور كامل غادي، ولكن بدات معاناه وكاله الاصفار، الفنادق، النقل السياحي، يعني كل ما يتعلق بالسياحه عادي. اذا وكان عندنا واحد البسيط للامل، لان احنا كنا كل شهرين تنقولوا وف رمضان غادي يتحل، من بعد رمضان غادي يتحل، جا الصيف غادي يتحل، فيروس غيمشي حيت غيسخن الحال، فيروس غيمشي حيت كذا، ولكن ماذا هو تيزيد وهذا الشيء تيتفاقم، وحنا هذا الشيء كلنا عشناه مع الاسف. لولا يعني التدابير، ولا يعني التدابير اللي تخدات في المغرب وحنا تنعرفوها وهذا الشيء كله، يعني يعني تنرجعوا يعني الرؤيه والسياسه الحاكمه صاحب الجلاله، هذا الشيء حنا يعني تنعترفوا به. وكيف ما قلت بوندون يعني في وقت الحجر الصحي، انه هذه سابقه ما قراو عليها، ما شافوها، ما خداو فيها ديبلوم، يعني هذا الشيء كله الله يحسن العوال المسؤولين اللي كانوا تيسيروا هذه الازمه خلال هذه الفتره. وهنا لحد الان لا سكينه، هذا الشيء كله داز، يعني هذا الشيء كملخص انا هضرت لك عليه، ولكن لحد الان الرؤيه غير واضحه بتاتا، الرؤية الآن غير واضحة بتاتا. سمح لي غنقول لك واحد المثلة مغربية تقول لك تاكل كرموس، شكون قالها لك؟ حنا كلنا في رمضان تبعنا واحد الإشهار ديال المكتب الوطني للسياحة اللي كان تيقول على ما نتلاقاو، وكان عندنا واحد الأمل كبير أنه نهار غي يتحل الحجر، يعني غنرجعوا على الأقل لطبيعتنا في بلادنا، يعني ان الناس غيسافروا في قلب بلادهم، ان الناس غيمشيو في قلب بلادهم، ان 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 ان، ولكن يعني الواقع غير هو داكشي اللي كنا حنا يعني تنتوقعوه. حتى علاقه رجعنا، الا بغيتي تمشي خاصك تجيب لوتوريزاسيون ديال السلطات، تتمشي للسلطات يقول لك لا ما يمكنش. اذا تنظروا في واحد الحلقه مفرغه ما بين يعني ما بين حيت تمشي انت عندك ان غروب تيقول لك لا، شوف واش غير من الدار البيضاء كل واحد يمشي يجيب لوتوريزاسيون ديالو، هذاك سميتو
سميتها رخصه التنقل الاستثنائيه، حيت تمشي راه ما يمكنش عندك جروب. كيفاش غادي كيفاش غتعرفي واش هذاك الجروب غيتجمع ولا ما غيتجمعش؟ واش غيجيب هذيك الرخصه الاستثنائيه ولا ما غيجيبهاش؟ رجع عندنا واحد المشكل، بنادم رجع تيمشي خايف، خايف انه واش غيتجمع له هذاك الجروب، باسكو راه هو غادي يدير ان انفستيسمون، يعني راه غادي يمشي غادي يدير غادي يدير دي ريزيرفاسيون، غادي يكري الكار، غادي يدير هادي غادي يدير هادي. وانت عارفه كان لي زوتو كار فيهم يلا 50% تيتسامل 50% في الطاقه الاستيعابيه ديالهم، لي زوتيل حتى هما كانت عندهم 50% في الطاقه الاستيعابيه، والناس كانت تيدرو تينتظروا ان الاسعار غادي تنخفض، اللي ماشي هذا هو الواقع، انه الاسعار كانت زايده كي يكون عند الانوتيل اللي عنده 50% ديال الطاقه الاستيعابيه ديالو، والحافله عندها 50% ديال الطاقه الاستيعابيه ديالها، راه ما يمكنش ان السعر يكون منخفض. احيانا قد تصل الى انهم يدوبلوا الطريف. لا بلا ما يدوبلو، غيعطيك غير لو طريف، لان حتى هو راه عنده لي حتى هو راه سي نورمال. الا كنتي غادي تكري واحد البوس ولا اميني بوس مثلا 7000 درهم فيه 14 بلاصه، راه 7000 درهم على 14 البلاصه ماشي 7000 درهم على 7 البلايص، ما يمكنش. يعني 7000 درهم راه يعني راه هي دو سامبل او دوبل، ياك تندوزو من 500 درهم ل 1000 درهم، وهذا راه عنده انعكاسات سلبيه على السعر ديال هذيك ديال السعر ديال البرنامج. هذه وحده. جوج، انه تتبقى تقول يعني علامات استفهام كثيره اللي تتقول واش انا الا درت هذاك البروغرام واش غادي نعرف نسوقه، واش غادي نعرف نجيب الرخصه الاستثنائيه للتنقل. وهنا انت راه ترتي واحد النقطه اللي حنا عانينا منها في الصيف، واسماء راه هي عشت معنا هادشي وعشناه كاملين، يعني كوكلاء اصفار في جميع الجهات ديال المغرب. كانوا غادي نرجعوا الناس ديال العشوائيات لانفورميل، اننا كان معاهم مشكل كبير جدا، واننا راسلنا السلطات وراسلنا الناس كلهم اللي يعني المسؤولين ديال كيف يعقل ان انت عندك وكاله اصفار مرخص لها ومقننه والى اخره، ما تتقدرش انك تاخذ ان غروب وتمشي به وتتلقى واحد يعني حافله فيها الناس، يعني والامثله كثيره. ولو كان ممكن اننا ندوزو دي فيديو هنايا ممكن ندوزوهم، الناس طالعين في لي زوتوكار وملا تباعد لكمامه والنشاط وهلوما يعني. وحنا كنا في واحد المجموعه على الواتساب، عندنا واحد المجموعه ديال وكالات الاصفار، اننا وصلنا واحد اليامات كنا بدينا يعني خدينا هاد دعابه، لان واحد السيد من واحد السيد في واحد المدينه مغربيه، باش يعني ما نعطيوش كثر ديال الديتاي لان هادشي كان معروف، واحد السيده نقافه كانت تمشي كل جمعه تجمع جروب وتتديه، ما بين مرزوقه وراه اسماء راه هي تسمعني غادي تدخلها لك. رجعنا تنضحكوا، واش غتدي العماريه؟ واش غادي نديو الدقيقيه؟ واش غنديروا هادي؟ واش غنديروا هادي؟ رجع عندنا حنا خلقنا منها روح دعابه، لان هادشي كان تيأسف. راه هنا سي فغي حنا كنا يعني من مهنتها ربما اللي توقفات على النشاط ديالها خلقت مهنه اخرى بطريقه غير ايه. وكانت تمشي، والمشكله كل ويكاند هاد السيده هادي كانت تحط برامج وتتجمع الكار وتتمشي عادي جدا، ما كان لا حاسب ولا راقبه لا لا سكينه. حنا هنا في الرباط يعني كجمعيه ديال الرباط، وهذا الشيء راه شويه يعني فيه شويه ديال هو تيضحك، ولكن في نفس الوقت راه تيألم حيت تلقاي انت راسك عندك لي زاجونس دو فواياج، هاد الناس اللي دايرين برامج وما قدروش يسوقوها، وتيجي واحد جاي من الدار البيضاء اللي فيها الحجر الصحي. الرباط كان زون شنو هي ديك الوحده اللي كانت زون 1 وزون 2، كانوا المدن فيهم زون 1 وزون 2، وكانت الدار البيضاء زون 2 والرباط زون 1. يعني تصوري انه تيخرجوا يعني شنقول لك عشرات الانطلاقات من الدار البيضاء
خارجين، ومع انه ان الدار البيضاء كان زون دو، وان هادشي كله تيخرجوا تيجيو للرباط وتيهزوا الناس ديال الرباط، والناس ديال الرباط مربعين يديهم وتيتفرجوا، لان ما كانش عندهم الرخصه الاستثنائيه. انا غادي نرجع لك الايمان في تفاصيل اخرى، ولكن غنمشي عند لا اسماء مدينه مراكش، هي مدينه اللي كتعتمد بشكل كبير على السياحه. للاسف كان واحد الشلل تام في مجموعه من المناطق السياحيه في مدينه مراكش، كان توقف تام، وربما في ابرز المدن اللي عندها واحد الطابع التقليدي، واحد الطابع كيف ما تنقولوا الارتيزانا، كان واحد التوقف يعني في التعامل مع السياح الى غير ذلك. انت لا اسماء من الوكالات اللي كتنظم مجموعه من التظاهرات ومجموعه من الرحلات، فالمساله ايضا بدورها توقفات. كاينه ديما اسئله، واش الناس ممكن تجي لمدينه مراكش ولا مازال ما يمكنش تجي لمدينه مراكش؟ واش ممكن، لان كنشوفوا بانه ما يمكنش يتنقل خاص تكون عندك رخصه. في واحد الوقيته كان صرح رئيس الحكومه بانه خاصك، ربما هذه كانت في مرحله الصيف، خاصك تكون عندك لا ريزيرفاسيون ديال الاوتيل، وهي كتعطيك الاحقيه ديال الانتقال. من بعد كاين بعض الناس اللي كانت عندهم ريزيرفاسيون دوتيل ولقاو مشاكل في الطريق، يقولوا لهم لا خاصكم ترجعوا تكون عندكم لوتوريزاسيون مكاشتيه عند باشا وعند ومن القياده اللي نتوما تابعين ليها. اسئله كثيره كطرحات. في المقابل كنا كنشوفوا ستوريات ديال الناس اللي ربما في لي ديزير ديال مدينه مراكش، دايرين لي بروغرام خارجين في لي زوتيل، ما كاينش مشكل. في المقابل انه ناس اخرين كان التخوف دائما، كنا ما بين الاشاعه وما بين الحقيقه. شنو هو الواقع اليوم في مدينه مراكش بالنسبه لمراكش؟ في الصيف كان فيه من غير المشكل ديال لي زوتوريزاسيون كيف قالت الايمان، اللي كانوا الناس ديال لانفورمال كيقدروا ياخذوهم، ولي زاجونس دو فواياج ما كانوش كياخذوهم. كان مشكل ديال ان مراكش هو الليل، لان الصيف مراكش معروف الحراره، اغلبيه لي توريست اللي كيجيو لمراكش كانوا كيخرجوا بالليل، الوغ مراكش الصيف كانت يتسد في واحد 8 الليل 9 الليل. اي جامع الفنا اللي هي لو كور ديال مراكش، وهي اللي كيجيو على اغلبيه الناس باش يزوروا جامع الفنا، كانت مسدوده ما فيها والو. دونك ما كان مراكش في هذا المشكل. باغ كونطخ كي قلتي لي زونفيرون لي زوتيل في لي زونفيرون كانوا عامرين، والمشكل اللي كان تيثير التخوف عند الناس هو المشكل ديال لوتوريزاسيون اون برومي ليو، لان الناس كيف كانوا كيغيزيرفيو لوتيل كانوا تيحبسوهم الناس في لي باراج الطريق، كيقولوا لهم فينا هي لوتوريزاسيون. الوغ لوتوريزاسيون مره كيتقال لا راه تي بو فواياجي افيك هي لوتوريزاسيون دو لوتيل، هي لا ريزيرفاسيون كونفيرمي دو لوتيل اي ان فاوتشر. مره كيتقال لا il faut une réservation il faut une autorisation من عند الباشا، حيت الناس كيديو هذا لا ريزيرفاسيون الباشا ما تيبغيش يعطيهم لوتوريزاسيون. الناس ولا عندهم تخوف واش ريزيرفيو به لا ريزيرفيتي، خصك تخلص الا خلصتي لي زوتيل تيبغيو يرجعوا الفلوس تيعطيو ان بون دافوار. هنا ولا واحد التخوف، ولا شي جاي شي ما جايش، شي بغى يسافر شي ما باش يسافر، وهنا كان لو بلوكاج الصيف سورتو في مراكش، وبقى هكا حتى لا فان داني. تاني عشنا ديك الحكايات نتاع لا فان داني ديال مراكش ما يتحلوش فيه لي ريستورون ويتحلو فيه لي كافي، يتسد مع التمنية. الوغ مراكش معروف سي لو سواغ سي لي سورتي دو سواغ. باغ كونطخ مدن اخرين اللي عندهم لي كا دو كونتاميناسيون اللي كتير بزاف كتر من مراكش كنلقاوهم خدامين، حنا ما كناش فهمنا صراحة. اي في مراكش في نفس الوقت اللي كان مسدود كنلقاو لي بوس اللي ديال الناس لافورميل خدامين وخارجين لا حاسب ولا رقيب، حنا ما عرفناش باقي كيف قالت لا ايمان واش اللي 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 عاطيين بزاف، وعندنا بزاف الشروط بور كري اون اجونس، كنلقاو راسنا حنا مبلوكين ما ناخذوش اون اوتوريزاسيون. باغ كونطخ اون باج فيسبوك بو فواياجي، ولا ان بوس عادي اورغانيز بحال النكافه اللي كي قالت لا ايمان كنا دايرينها نكته كنضحكوا بها، ولات تات اورغانيزي نكافه انفلونسور اللي بغا الا لاجونس دي فواياج.
نعم. سؤالي لك أسماء، الوضع دابا اليوم احنا عارفين بان هذا الاسبوع هو عطله، بزاف الناس اللي دابا شويه طمأنوا مع اللقاح من اللي دخل، ما بقاش عندنا ذاك الخوف كيف ما كان عندنا من قبل من كوفيد، رغم انه خاصنا نعرفوا بلي مازال خاصنا نديروا تدابير احترازيه. كوفيد مازال كيصيب الناس، كوفيد مازال كيقتل، كوفيد مازال يعني اشكال صحي عالمي، وخا نديروا لي فاكسان راه مازال غنزيدوا مازال شي شويه في الشروط الاحترازيه، الكمامه والتباعد الى غير ذلك. حتى الانسان اللي انتقل ولا سافر خاصو يتاخذ جميع الاجراءات الاحترازيه ديالو باش ما يمشيش باش يرتاح واحد اليومين ويجيب معاه كيف ما كنقولوا مصيبه. ولكن سمعت هذا الاسبوع تيقول لك عرفتي دابا العطله الوليدات غنمشي واحد اليومين هنا، غنمشي واحد ثلاث ايام هنا، لا راه سدو وكيمدن، لا راه سدو افران، لا راه كاين عاوتاني في بلايص اخرين مفتوحه، لا بلايص اخرين مسدوده. بقات هذه الاسئله كتطرح، واش كاينه شي انتعاشه شي شويه الناس كتحاول انها دير دي بروغرام، ام انه كتلاحظي باللي كاين جمود، ما حتى شي حاجه ما تحركات؟ هو اختي تعرفي واحد الحاجه، هنا في مراكش سورتو انا جو فاغستي سور لي زاجونس دو فواياج باسكو جو سي اون اجونس دو فواياج، ونبقى على لي زاجونس دو فواياج. لا بلوبار ديال لي زاجونس دو فواياج اللي هما في مراكش سو سون دي زاجونس دو فواياج ريسبتيف، ايل غوسوا لي غروب دو ليترونجي بيسكو لي هادو لي فرونتيير مازال مسدودين، دونك راه ما كاينينش، ما غايتحركوش لي زاجونس دو فواياج. Par contre, بحالنا حنايا اون اسيي باش هذاك لو سافوار فير اللي عندنا شويه، دوك لي كونطرا اللي عندنا، لي بروغرام اللي ديجا كنخدموا بهم مع لي زيترونجي، حاولنا نخدموا بهم مع لي ماروكان. مي فهاد في الصيف ما قدرناش، كيف شرحت لك هنا في الوقت ديال هاد ليفر في مراكش معروف سي كاين لي جا تيمشي للستاسيون بريسكي ديال كيندن، سينو يل سوغ لا جورني وكيمشي في العشيه لجامع البنا، كيخرج يمشي لدي ريستورون بحال كاينين عندنا دي ريستورون تراديسيونيل اللي فيهم لانيماسيون كتكون لو سوار. دابا إليا با سا، من نهار تسدات مراكش في كي قالت لها إيمان في لو 15 مارس ما عمرها تحلات وما عمرها رجعت كيف كانت. دابا ها هما لي ستاسيون دي سكي مسدود، صافي تا مراكش علاش غيجيو ريان دو تو؟ واش غايجي باش يجلس في لوطيل ياكل في لوطيل ونعس مع الثمانية؟ امبوسيب. فين غيخرج لا جورني؟ ما كاينش فين. دونك بقا تفرج في الدودة. واخا لا اسماء الا سمحتي لي انا غادي ننتقل عند لا ايمان، انا غادي نرجع لك من واحد النقطة اللي تكلمتي عليها، قلتي الصورة ما واضحاش قدامنا، حنا ما عارفينش شنو غادي يوقع ما بين اليوم وغدا. الله اعلم امتى يمكن يتحلوا الحدود، امتى يمكن ترجع الحركه للطبيعه ديالها، مازال المساله غتاخد ربما اشهر للقدام. اللقاح هو راه حل من الحلول اللي كتبين بانه الازمه قربت تحل، ولكن بقى خاصها شويه ديال الوقت. في المقابل كنلقاو بلي هذا القطاع هذا عرف مجموعه من الاشكالات ومن الصعوبات. كاين الناس اللي وصلوا لحافه الافلاس، وربما كاع يعني يقدروا يكونوا بدلوا النشاط كاع، يعني بعض الناس اللي فكروا انهم يبدلوا النشاط ويديروا مشاريع اخرى او يديروا حرف اخرى في انتظار انه يكون شي حل في هاد الباب هذا. فشنو هي قراءتك في هاد الجانب هذا؟ واش يمكن تفكروا في اطار تشجيع لانكم تجلبوا حتى المواطن المغربي؟ لانه غالبا لي بروغرام كيكونوا يا اخي خصني نخرج برا وغندير معكم بروغرام، اولا غتكونوا غنكون من الخارج وغنجي ندير بروغرام في المغرب، باش انا كمغربي ندير بروغرام في المغرب مازال الثقافه شي شويه ما عندناش. لا اسماء، حنا عارفين ان مع الاسف باش نكونوا حنا مغاربه والواقع هو هذا، انه اسعار السياحه في المغرب بالنسبه للمغربي ياك اللي يعني المغربي اللي على قد الحال، تنقولوا اللي عنده زعما مدخول يعني متوسط، عنده الدراري ومدرسه وعنده المصاريف، يعني حيت تحس بيه باش تمشي ان بون بروغرام في المغرب تيكون غالي. وهاد لا بانديمي الى توشي تو الموند،
كيفاش بغيتي؟ كاين بزاف الاسر اللي راهم الله يكون في العوان اللي بقى لهم 50% في الصالير ديالهم، كاين الاسر اللي مشى لهم العمل ديالهم، كاين اللي رجع اسره هز اسره. يعني كيفاش بغيتي انك تشجعي المغاربه باش يسافروا وتقول له اجي رانا عندي ان بروغرام، الاك تيقول لك وا نمشي ان ويكاند، نمشي فهمتيني، نمشي نقيل في افران ونجي نمشي ونرجع. والمشكله حتى لو بغيتي تقول له يلاه بوغ ان بروغرام، فين غتديها لا سكينه؟ كما قالت ازمه، فين غتديه؟ لي ريستورون تيسدو بالليل، يا با دانيماسيون، يا ريان دو تو. يعني دابا انا الى هزيت كوكيله اسفار، انا درت ان بروغرام غدا لمراكش باش نشجع السياحه، باش نشجع السياحه ديال بلادي، ما كاين حتى مشكل. غنبداك بالعائق الاول، هي الرخصه. هذا العائق الاول اللي عند وكاله الاسفار. ودايوغ لا اسمه الى قلتي نهار السبت فاش اتصلتي بيا قلت لك يلا لقيتيني تنهضر في هذا الموضوع هذا مع واحد السيد. واحد السيد هو اصلا لي ترونسبورتور، عنده لي بوس ديالو، وفكر يدير واحد الرحله مع واحد الزميل ديالو، عنده واحد لاجونس دو فواياج، غياخدو ان ميني بوس ديال الاول وغادي يدير واحد الجروب وغادي يمشيو يديوه فاس مكناس افران وغادي يديروا لا تورني ديال الاطلس. اذا لا اللي عنده الميني بوس قدر يجيب الرخصه، لا لاجونس دو فواياج اللي عندها الجروب قدر تجيب الرخصه. اذا ما خدم لا لو ترونسبورتور لا لاجون دو فواياج اللي بجوج هما لا اسما، يعني تيكملوا بعضياتهم. اوكي، اذا به حتى تكوني جايه حتى تخرجي بالليل نهار، يعني ماشي بالليل، لان دابا كاين الحجر الصحي، يعني دابا 8 سالينا، يعني هاد الناس هادو اللي هما تيديروا لي فواياج على صفحات التواصل الاجتماعي تياخذوا الناس مع الخمسة د العشيه، تياخذوا الناس بكري وتيخرجوا دايرين حسابهم. اذا هل ايمان كيفاش دايرين حسابهم؟ انا حسب لي بروغرام لي شفت سور فيسبوك، الا تبعت كلكو بروغرام مثلا كنلقاو منتصف الليل من الدار البيضاء الواحده صباحا من الرباط، ماشي في هذا الوقت لا لا، الثامنه صباحا غنتواجدوا بالمكان الفلان الفلاني اللي غنبداو فيه غنفطروا كذا وكذا وكذا. هادو دي بروغرام اللي شفتهم غير مؤخرا زعما، ماشي لا لا ماشي بلاتي. لا دابا هذاك الشيء اللي كان كاتب، ولكن دابا تعيط للناس دياولو او دي، حيت دابا في الدار البيضاء ما يمكنش يهزو مع 12، يعني سمحي لي إذا كان تيهزو مع 12 الليل في الدار البيضاء راه ما يمكنش. شوفي هذه يعني باش تكون يعني هذه خروقات كبيره جدا. اما دابا رجعوا تيهزو قبل من 8، يعني حيت تيجيو للرباط راه تيخرجوا قبل من 8، تيجيو يهزوهم قبل من 8 د العشيه بالرباط باش تيخرجوا قبل من 9، يعني خصو يخرج من الدار البيضاء في 7:30 باش يكون في 8:30 في الرباط، ورجعوا تيتلاقاوهم فلاكس ما تيدخلش، ما بقاش يدخلوا لقلب الرباط، تيدير معاه في ان باركينغ وديال واحد ديال اون غون سيرفاس ولا في شي ستاسيون دو سيرفيس، وتيدير معاهم تيهز هذوك الناس وتيزيد بحالاته. ياكي اذا تيمشي بالليل تيوصل مع نهايه الحجر، يعني تيوصل مع ديك 5:30 6 تيلقى القهوه الاولى اللي حلات تيبدا. اذا راه الطريق هي هذيك، يعني لان الا خرج من الرباط مع 8 د الليل او 9 متفقين، فوقاش غادي يوصل مثلا الا غادي للمرزوقه غيوصل في الصباح. اذا سالينا، اذا راه هو صافي قضى شغلو ومشى الى، يعني انا اللي تنعاتب على على هاد الناس هادو اللي تخليو هاد الناس يخدموا بهذا الشكل. يعني راه كلشي خاسر، كلشي خاسر، خاسر الاقتصاد ديال البلاد، لان هاد الناس هادو مع الاسف كلشي خدام كاش، كلشي خدام كاش، ما كاين حتى حاجه فاكتوري، تعوض خدام ضريبي. يعني هاي الدوله خاسره والوكاله حتى هي خاسره. علاش؟ لان هاد الوكاله دابا اللي هي ساده ومهبطه ريدو ساده البيبان ديالها، راه عندها 5 الناس خدامين،
وبعد النقطه كنرجعوا ليها يعني التدبير ديال الازمه بالنسبه لهاد الناس، لانه كاين بزاف الوكالات اللي صافي هزوا يديهم كيف ما كنقولوا راه هازله. شوف يعني باش كنبقى دائما نرجع نقول لك الواقع هو حنا عندنا لي زاجونس دو فواياج اللي مالي لي زاجونس اللي خرجوا وليداتهم المدارس الخاصه وداهم المدارس الحكوميه اللي ما قادرينش يخلصوا الكرا ديالهم اللي ما خل ما قاد كاع لي شارج ديالهم. ما تهضرش على اللي خدامين، انا تنهضر لك على مالي الشيء. كيفاش تفهمي ان واحد حل لاجونس ديالو في اكتوبر نوفمبر وجات الازمه في فيفري ولا ما دارش عليه العام؟ هاد لانفيستيسمون اللي دار شنو هو؟ يعني وكالات الاصفار احنا اللي استفدنا منه يعني من مارس حتى اليومين هذا، حنا البيرسونيل يعني الناس اللي خدامين البيرسونيل استفدوا 2000 درهم في كل شهر. يعني كل اللي كان تياخد 20000 درهم او لو سميك بحال بحال، مازال اللي كان عنده ان سالير ديال 3000 ولا 3500 ولا 4000 درهم ورجعت عنده 2000 راه شي بس ما كان. ولكن اللي جا من 15 ولا 10000 درهم ل 2000 درهم يعني راه كارثه. في الاول لا ما باش من باش نعطيو لكل ذي حق حقه. يعني كاينين الناس اللي عندهم لي زاجونس دو فواياج ديالهم اللي بقاو مسيرين تيكملوا واحد الشويه، ولكن راه المدخول منعدم. اللي كان عنده شويه فلوس راه قدر يجيري بشويه. حنا في قطاع التمثيليه ديالو ضعيفه جدا او شبه منعدمه، لان حنا كنا تنتمنى تكون عندنا فيدراليه لها وزن ويقام لها يعني حيت تهضر. حنا مع الاسف الفيدراليه ديالنا هذه من سنوات يعني ما غادي نحملش المسؤوليه المكتب اللي كان خلال الفتره ديال الحجر ولا خلال يعني العام ديال كورونا، لا احمله المسؤوليه، لان هو ورث واحد الفيدراليه هشه ضعيفه لا ترقى الى التطلعات المهنيه. لان انا حيت نهضر وما غنهضرش انا على لا فيديراسيون ديال لي فيديراسيون في اوروبا، انا غادي نهضر على الفيدراليه ديال مصر وغادي نهضر على الفيدراليه ديال تركيا والقوه ديالها لان انا فاش نلقى الفيدراليه ديال تركيا وقفات بوكينغ في بلادها اذن وربحاتو. هذا هو مشكلتنا. انا كنت نتمنى لو كانت عندنا كمهنيين فيدرالية صحيحه، لو كان لقينا حل لي بلاتفورم انترناسيونال اللي هما تتلقى المغربي دابا تيدخل تيدير الحجز ديالو عبر المنصات الالكترونيه. ايوا حيت غياخذ ارخص على الايمان. علاش حنا ما تنهضروا عليه؟ سمعتي الاسماء لا سكينه سمحي لي غنقاطعك، ماشي حيت غادي يلقاها رخص لان حنا لي فورنيسور ديالنا اللي هما زوتيل تيشجعوا هاد البلاتفورم انترناسيونال، لان حنا دابا كوم دي زاجونس دو فواياج كيلك سوا ريسيتيف ولا ماشي ريسيتيف نورمالمون خصنا عندنا ان كونطرا سبيسيال كنجيو كنلقاو راسنا كتكومباراو اون بلاتفورم اللي هي انترناسيونال اللي دوفيز كله كتحافظ عليه تسمى ونوفي ليدي حيت تقول لي فوالا هاد لو بخي. انا جو دوا با مي كومباري افيك هاد بوكينغ ايمان، لانني انا نورمالمون انا راهي خدامه معاك هنا وهنا انت راه كتخبي 17% او مينيموم كتعطي في ليترونجي ولا كيعطيوك دي زيكسكوز اقل اكسكوز يقول لك اه ديزولي هادوك لي شامبر اللي في بوكينغ راه ماشي هما هادوك. الوغ كي قالت لي ايمان كون كانوا
التمثيليات كيدافعوا علينا في هذا الشيء، راه كون بزاف المشاكل تحلوا، وكون كان هذا لو بلوك ما كانش غيكون نهائيا عند لي زاجونس دو فواياج اللي هو بدا عند لي زاجونس دو فواياج في اكس طون، راه ماشي مع الكورونا، لاجونس دو فواياج عندها مشاكل قبل من الكورونا. نعم، لا اسماء، يعني انت ملي كتكلمي بهذا الشق هذا، اشنا كيفاش يمكن يتنفع المواطن المغربي من علاقته مع لاجونس دو فواياج؟ لانه كيف ما قالت لا ايمان، لو برودوي غالي على المواطن المغربي. مي كنجي نبغي انا مثلا نسافر وغنتواصل مع واحد لاجونس دو فواياج باش تنظم لي واحد السفر معين، راه المبلغ هو قدروه كيف ما تنقولوا، خاصني يكون عندي واحد الامكانيه معينه، وربما احيانا نقدر نبرمج سفر خارج المغرب ارخص بكثير ربما من سفر في المغرب الا مشيت عن طريق وكاله مثلا وعن طريق تنظيم الى غير ذلك. لدينا مقارنه ما بين جوج ديال السفرات مثلا. هذه المساله زادت عليها الازمه ديال كوفيد، الناس عندهم تخوف من السفر والناس محتاجه للسفر. واحيانا كاين اللي كيقول انا بغيت غير نخرج نتنفس، راني مأزم مجموع ديال الكريدي، مجموع ديال الطريطات، عندي مشاكل، عندي كذا عندي كذا، ولكن ما كرهتش غير شي فجيوه، غير شي بروغرام خفيف، غير نتنفس، راني عييت، راه عام وصف مثلا ما خرجش ولا كذا. فهاد المساله كيفاش يمكن انه ربما كوكاله الاسفار تفكروا في هذا الاتجاه هذا؟ ربما هذه عطله جات ديال سيمانه، الناس بغات تسافر مي ما عرفاش واش تمشي ولا تجلس، واش تنوض ولا تمشي، واش شنو. لا بلاتي، لا اسمع، حنا غادي نرجعوا للتمثيليه، حنا نعاود ندورو ونرجعوا. انا لو كان عندي كوكيله اسفار تمثيليه، وحيت نقول تمثيليه وطنيه على الصعيد الوطني، لان انا كنت نتمنى وتنتمنى هذا الصوت هذا يوصل يعني للمسؤولين. يعني دابا حنايا في اطار الجهويه المتقدمه حسب التعليمات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني تقريب الاداره من المواطنين، وان كل جهه غادي تكون تتسير راسها، لان كل جهه وعندها الامكانيات ديالها. الدار البيضاء راه ماشي هي ورزازات، ماشي هي زاكوره، ماشي طنجه، ماشي الرباط، لان راه كل جهه وعندها يعني الخصائص ديالها، وعندها يعني عندها كيفاش غنقول لك الاحتياجات ديالها، وعندها الكاركتيرستيك ديالها، يعني راه ما تيتشابهوش. يعني انا حتى لو كان غادي نجلس في المجلس الاداري ولا في يعني في مجلس اداري ديال الفيدراليه الوطنيه الوكاليه لجمعيات وكالات الاصفار، يعني راه حيت نجلسوا حنايا 8 ولا 9 ولا 10 الجهات في المغرب، يعني راه حنا براسنا ما تنهضروش لو ميم لونغاج، لان الدار البيضاء راه ماشي هي مراكش، لي سوسيد مراكش راه بوحدهم، راه هي هضرات عليهم الاسماء. الرباط ماشي هو الدار البيضاء، الدار البيضاء ماشي هي اكادير، اكادير ماشي هو طنجة، يعني اصلا المشاكل مختلفة جدا. يعني انا تنتمنى لو كانت كل جهة عندها واحد الاستقلاليه يعني باش تحل المشاكل ديالها على الصعيد الجهوي، بحال اللي قلت لك، يعني الجهويه المتقدمه اللي هي دابا رجعت تخدم عليها حاليا. يعني كنا تنتمناو انه راه مثلا انا عندي المشاكل في الرباط، غادي نحل المشاكل ديال الرباط، يعني لان المشاكل انا ما تيشبهوش المراكش، حيت مراكش هي هضرات على المسيده، انه عندهم الغيسيبتيف، عندهم لي زوتيل، عندهم هادي. الرباط عندها مشاكل وحده اخرى، حنا في الرباط اوني طون تران دو ديفلوبي مع المكتب الجهوي للسياحه في الرباط برامج على ود الرباط، لان الرباط تيشوفوه الناس، تيشوفوه ككل مدينه اداريه ولا اللي سالات يقول لك وسير للرباط ولا شكي في الرباط، هادشي اللي معروف فيه الرباط، مع ان انا ماشي رباطيه، ولكن انني اكتشفت مدينه الرباط عبر يعني المكتب الجهوي للسياحه اللي انا فيس بريزيدونت فيه، واللي انا تنشكر الرئيس ديالو لان خدم الجهه ديالو، لان خدمنا معاه مزيان، وتنشكرو طبعا السلطات السيد الوالي، لان باش نديرو من الرباط وجهه سياحيه باش نشجعوا الناس يجيو لي ويكاند للرباط، لان كاين ما يدار وكاين ما يتشاف. ولكن فضل انك تجيبيهم دابا الناس للرباط، اش غادي تجيبيهم ديري بهم؟ تجيبيهم باش يدخلوا مع السبعه ونصين عسو؟ ما كاين لا ريستورون، ما كاين فين يمشي ولا لا اسمع. تقدري تجيبيهم باش يمشيو للحمام؟
هذه مهمه هذه. لا ما عندك الحق، الشيء الحمام محلول في الرباط، انت اللي ما حلولش الحمام. احنا عندنا جديد، غادي نرجع عندك لالا اسماء. لالا اسماء كتسمعيني؟ بالنسبه للاسعار، كي قبيله سولتي على الاسعار كيفاش الناس ممكن يلقاو اسعار مزيانه عند لاجونس دو فواياج، الى كومباريناهم بالناس ديال انا كنسميهم لانفورميل، اما عمر لاجونس دو فواياج غتلقاي عندها لي ميم تاريف ك لانفورميل، لان كيف قالت لا ايمان في الاول هما كلشي عندهم بيمون اون اسبيس اوتوماتيكمون، بحال الترونسبور ناقص عندهم 14%. بالنسبه لي زوتيل لي تاكس كلهم وكلشي مخلصينهم اون اسبيس، لي فورنيسور كلهم اون اسبيس، الوغ حنا اوتوماتيكمون شتي ميم يعطيونا حنا لو ميم تاريف ك لي باج فيسبوك، واخا انا غنرجع لك من بعد لهاد لاباج فيسبوك، واخا يعطينا لا ميم شوز راه حنا كنكونو زايدين عليهم 14% ديال حتى 20% على حساب لو سيرفيس. الوغ ما عمر لاجونس دو فواياج يمكن ليها تعطي لي ميم تاريف. عاد زيدك الناس الاخرين دابا ان بريفير يدوزو معاهم للناس لانفورمال، لحقيتاش هادوك كلشي غيدوز عندهم نواغ، باغ كونطخ حنا غادي نبغيو نديكلاريو كلشي. اما كيسيون دو بايمون راه حنا كيديرو معانا فاسيليتي دو بايمون اي لي باج والناس لانفورمال ال بي اسبيس، هادي ما بقاش اي دوبي اكس طون حنا اون باي افون لاريفي دو كليون ولا افون تشيك اوت دو كليون. اما بالنسبه لانفورمال لا سو كاينه، انا ديما غنبقى اجونس ريسيبتيف باسكو سي هذا هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالي 100%. راه ما كاينش غير لانفورمال، ما كاينينش فيه لي باج فيسبوك، راه كاينين بزاف الانواع. راه الا جيتي عندنا حنا لمراكش في الوقيته ديال الخدمه راه غادي تحشمي تدوزي من جامع لفنا بداك المستوى اللي نزلات ليه السياحه، اللي ولات اوريكا كتباع كيف لا دايزه في مارشيت الخضره، وكاين دين لي زيكسكورسيون كلهم تيتباعوا في دي طابلو، هذا مول العطريه هذا مول الحوايج، يجيب ان طابلو تيحطوا تما حتى واحد ما كيهضر معاه دو طون زاوت باش ما نكذبوش، تيكونوا دوك الحملات كيحيدوا لي طابلو، كتمشي لا ديليغاسيون في حالتها، تتمشي الولايه في حالتها، تيعاودوا يرجعوا لي طابلو. إلي بوس بالمئات اللي كيخرجوا كل صباح، ما كاينش اللي كيهضر معاهم لا في الطريق لا في شي حاجه. هذه في الايام العاديه ولا دابا؟ لا لا اسمع، هادشي كتكلم في دابا كاين حتى دابا. اذا حتى دابا كاينه حركه سياحيه، كاين عرفتي عند من كاينين راه ترجعوا عند لانفورمي بامتياز. لا لا شنو كاين لانفورمي بامتياز للاسف. اذا حتى ما هذه المساله ربما كتعرض الناس للخطوره لانه ما كاينش احترام ديال الشروط الاحترازيه. لا ما كاينش لا سكينه، حيت كنشوفو حنا دي فيديو كي قالت لا ايمان كون كانت الامكانيه ديال اننا نحطو دي فيديو دابا حشومه واحد الجو لو رول ديال لو كلون فوسط لو بوس بلا سون بافيت بلا تباعد، والناس كيشطحوا من وراه، وفي الوقت اللي تيقولوا لينا خصكم التباعد وخصكم 75 نهار تقدمنا في لو رومبليساج ديال لو بوس وصلنا 75%، لان بوس حنا تنشدو ترانسفير كازا مراكش كنشدو ب 6000 درهم و 7000 درهم، كتولي كتحط الوضع ولي اكثر من هذا. لا سكينه حنا كوم دي اجونس دو فواياج، لان الا شديتي لاجونس دو فواياج نورمالمون هي لا مامون، ودوك لو ترونسبور لو بو لو ترونسبور لو غيد لو لوتيل لو ريستوران هما دوك الوليدات ديالها اللي كتفرق عليهم الخدمه، سي ايل كي اورغانيز. كنجيو نلقاو حنا تيكارطات لاجونس دو ترونسبور في لو تو هي ولا باج فيسبوك، باسكو فرانشمون بور نو با سي مونتي واخا عارفه الناس تاع ترونسبور غادي تقلقوا مني، كاينين واحد النوع منهم راه تيخدموا مع لي باج فيسبوك وانا كنعذرهم لانهم تا هما ولانهم تا هما اللي حس العوان واقفين، ولاو كيلقاو تخريجه لراسهم باش يقدروا يكسبوا شويه د القوت ديالهم، لان حنا كيف قالت لا ايمان ابار دوك لي 2000 ديغان ديال لو بيرسونيل اللي كنشكروا عليهم سيدنا، ماشي اللي عطاهم لينا وبرولونجاهم لينا، وحنا لو سول
سيكتور اللي هضر عليه نهار الاول فاش كان لو كونفينمون راه ما كاين عندنا حتى شي حاجه. لا راه ماشي احنا ماشي لاجونس دو فواياج، لاجونس دو فواياج لوتيل لو ترونسبور ما عندنا حتى شي حاجه. حنا كوم دي سوسيتي اون باي لو تو لو لوي بيان سور هذاك راه بينا وبين لو لوار لي زامبو تنخلصوهم فوقيتهم. ما تاجلوا واحد الوقيته مي الوقيته اللي تحل اللي تحيد لو كونفينمون داك الحجر الصحي اللي كان صافي رجعنا بحالنا بحال الاخرين اون باي. الوغ حنايا راه باقيين كونفين ماشي كونفين اون باي ميم لي زاسيغونس راه هي لا ايمان راه هي مشكله. حنا كان عندنا مشكل ديال لي زاسيغونس سمحي لي اسمى لنا شنا حنا ما يعني عندنا ديك غوفات حتى انا الا سمحتوا لي غادي نحاول نعرض هاد الفيديوهات اللي وصلتني من خلال الحلقه بطبيعه الحال الا سمحتي لنا هشام ونرجعوا نواصلوا الدردشه ديالنا. واليوم هذا واقع ما يمكنش نغطيوه، ما يمكنش نجي نقول لكم لا الناس ما كتسافرش ولا الناس جالسه في الدار ولا الناس محتار ما شروط الاحترازيه والناس كلشي وداك. لا للاسف كاين قطاع كينزف وفي المقابل كاين الناس كيديروا دي بروغرام، كاين الناس كتسافر وكاين الناس ما كتسافرش. هادشي كنشوفوه في ستوريات الانستغرام وكنشوفوه في الفيسبوك وكنشوفوه في حياتنا اليوميه. انا شخصيا ازيد من عام دابا ما تحركتش من دارنا، من المقابل كنشوف ناس اخرين اللي كيسافروا. ربما كاين تخوف، ربما كاين انه واخد الامور بالجديه التامه انه نديروا الشروط الاحترازيه كلها. كاين من بعد يعني الامور ملي شي شويه كانت بعض الانفراجات، يعني كان تشجيع على انه هذا التشجيع اللي نادت به الحكومه من اجل انه الناس تشجع السياحه الداخليه وتسافر، لانه كنا دزنا واحد المرحله اللي كانت صعيبه بزاف. التجربه ديال كوفيد ماشي تجربه سهله، التجربه اللي فرضت نفسها علينا وبالتالي كانت عندها ضغوطات وعندها اثار نفسيه اللي هي كبيره على المواطن المغربي. فاثناء هذه المساله هذه عرفت المساله مجموعه من الامور. اليوم ما هي فقط الا صوره من الواقع، هادشي اللي كيقولوه وكاله الاسفار، كاينه معاناه كبيره، كاينه مشاكل كثيره، كاينه ما بين القيل والقال. وكلاء الاسفار هما بدورهم كيقول لك ما عرفتش واش الناس يسافروا ولا ما يسافروش. حنا كنقول واش الناس يسافروا ولا ما يسافروش، لانه حنا كنقولوا الناس ما يسافروش خاصهم يحترموا الشروط الاحترازيه. في المقابل كنلقاو ناس اخرين مسافرين دايرين لي بروغرام ما كاينش مشكل مريزيرفي لي زوطيل. واش خاصنا نشجعوا الناس على انهم يسافروا؟ واش خاصنا نشجعوا الناس على انهم يجلسوا في ديورهم بلاتي؟ واش خاصنا نقولوا للناس لا راه سافر ولكن رد البال؟ انا شخصيا ما عرفتش، غادي نقول كنتمنى انه يكون عندنا جواب مقنع اللي يخلينا انه يا نشجعوا يا نحبسوا يا نقولوا رد بالك، ما نبقاوش دايخين بهذا الشكل هذا واخدين دائما المبدا ديال الاشاعه، لانه اليوم مبدا الاشاعه هو اللي سائد. غنسمع بانهم زوده غنجلس، انا جلست وداك الاخر غامر ومشى يا حصل غادي يخلص، ما حصلش راه جاب لوتوريزاسيون ما جابش لوتوريزاسيون. الناس كاينه واحد 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 الدوخه. على اي حال سمحتي لي بطبيعه الحال هشام نماسكيو الوجوه ديال الناس باش ما يحاسبوناش، وغادي نشوفوا في زمن كوفيد شنو كيفاش الناس سافرات. فوالا على بلادي على بلادي يا سيدي وعلى بلادي لون عيونها فاقية الحرية وجوالي يا سيدي وجوالي. إذا حنا دائما مستمرين معكم مشاهدينا الكرام من خلال الواقع هو هذا، الشلع عطى الله الواقع هو هذا. ومن هنا غادي نتجه عندك لا إيمان بصدق، دابا نتوما دايخين والمواطن حتى هو دايخ، اشنا هو الحل؟ اشنو نديرو؟ واش نجلسو في ديورنا ولا نسافرو ولا نتعلمو؟ على سبيل انا هاد اليمات هاد اليمات اضات لي واحد السيدة، حنا يعني انا كوكيلة اسفار بحال العدد ديال الزملاء ديالي تنديرو اوتوغ دو غول، تنخدمو واحد ربعة السوايع في النهار. شنو نخدمو؟ تنجي جا شي تيليفون عندنا شي ريكوفغومون عندنا دي تخاكا زعما باش نقول لك تنديرو ان شيف خدافيغ. يعني دابا حنا تنديرو
5-6% من الشيفر دافير ديالنا العادي اللي طلع غير 10. اوكي دونك جات عندي واحد السيده قالت لي قالت لي الله يخليك انا جيت لقيتكم سادين اه مرحبا. قالت لي شوفي الله يعطيك الرضا عرفتي راه منين مشينا وسافرنا وكذا بغيت نمشي فين ما كان. قلت لها شوف الحاجه داك فين ما كان لا لقيتيه حتى انا نمشي معاك. هي قولي المشكل عندكم حلتوما. انا قلت لهم راه يحلوا المطار يلقاوني بيتافي هذه للدعابه. شوف الا سكينه وهضرتي على واحد الموضوع مهم وشائك جدا وانا بغيت نعطيه واحد الحيز مهم في هذا البرنامج ديالكم على الله يلقى اذان صاغيه ويحل المشكل لواحد الناس اللي تيعاني ودابا الامرين هما الناس ديال السياحه الدينيه. السياحه الدينيه اللي هما عندنا نسبه كثيره باش ما نعطيش واحد الرقم لان الرقم ما عنديش ولكن غادي نعطي واحد نسبه كثيره ديال وكاله الاسفار تيديروا السياحه الدينيه واش حنا عارفينو كاملين وما كاين ما يتخبى هاد الناس هادو العمره الحج والعمره ولكن اكثر العمره. الحج ما كانش فيه المشكله للسكينه علاش لان كان يلاه بدا التسجيل ديال الحج والناس تيمشيو تيخلصوا في بريد بنك يعني وكاله الاسفار كانت مازال ما بداتش يعني عمليه الحج ديال 2020 كانوا الفلوس في بريد المغرب حيت ما تلاش الحج الناس مشاو هزوا فليتاتهم من بريد المغرب ومريضنا ما عنده بس كانوا مازال ما تعطاو لا تطبيق لا في عند شركه الطيران لا عند فنادق في المملكه العربيه السعوديه لا والو. المشكل فين كان تتعرفي في كل موسم للسكينه حيت تبدا الموسم ديال العمره الناس تيوجدوا لرمضان بحال تنوجدوا رمضان يعني تعرفي توجد رمضان تيكون عنده يعني واحد واحد المده ما قبل شي شويه باش اذا هاد الناس هادو تيكونوا مسبقين الفلوس لشركه الطيران. هما اول حاجه هي شركه الطيران ثاني حاجه هما الفنادق تيديروا تيسبقوا. والمشكل الثاني انه هادشي بالنسبه لرمضان والناس تيخلصوا شي فلوسهم يعني حر مالهم ماشي الفلوس ديال شي حد اخر. وكاين الناس اللي كانوا واخدين لي زاكونت ولا لي زافونس عند الناس عند الزبناء ديالهم. اذا به جات لا بانديمي لي بيان سور رجعوا الفلوس عند لي شركات الطيران الفلوس عند الفنادق الناس ما تلاوش عارفين راسهم اشنو جات. احنا عارفين ان حتى الخطوط الملكيه المغربيه كان عندها واحد المشكل لان كانوا بزاف الناس مسافرين ومقطعين الليبيي والى اخره وكان خصها ترد الفلوس لعباد الله وكان عندها ازمه ماليه. الفنادق اللي كان عندهم لي زيفينمون كاين اللي كان عنده كونغري كاين اللي عنده سيمينار كاين اللي عنده لي كروب ريسبتيف كاين اللي عنده هادشي هادشي هاد الاسماء اللي تعرفوا. اذا الا جاو بداو يردوا لعباد الله فلوسهم راه هو الخلا بوجهو كي غيديروا ليهم. دونك ارتأت لجنه اليقظه مع وزاره السياحه والنقل الجوي طبعا باش يلقاو واحد الحل وسط مع هاد الناس ان هاد الناس غيعطيو دي بون دافوار. هاد لي بون دافوار عباره بحال شنقول لك وسط الامانه يعني راه تحل المشكل يمكن الناس يستافدوا من ديك الخدمه. ولكن هاد البون دافوار عنده واحد المده دابا المشكله تيقول له عام يا تسافر يا نرد لك فلوسك. دابا هالمشكل غيبدا هالمشكل دابا غيبدا التاريخ اللي كاين في البون دافوار قالوا شهر. انا ما عنديش التاريخ بالضبط على سكينه ولكن بقى له واحد المده وجيزه قبل من عام ما بقى له والو اذا هذيك لاجونس فلوسها وحلين عند شركه الطيران فلوسها
مازال واحلين على برا عند الفنادق في المملكة العربية السعودية. إذن هاد الناس كانوا تيقولوا أنا هادوك الفلوس غادي نخدم بيهم، لأن إن شاء الله غادي تحل الحدود وغيبدا تنظيم العمرة وغيبدا كذا وكذا وكذا، وهادوك الفلوس ديالي اللي عند لاكومباني أنا نعاون نستعملهم، الفلوس ديالي عند الفنادق أنا نعاون نستعملهم. إذا به دابا الحدود مسدودين، ناس ما رجعوش فلوسهم، كاين شركة الطيران اللي رجعوا الفلوس مشكورين، وكاين شركة الطيران اللي ما باغينش يسمعوا سدين ودنيهم واخدين، ويعني وما بالغ ماشي شي شوية الفلوس، راه ما بالغ نيت ماشي اللعب. ما مصير هاد وكالات الأسفار دابا غدا حنا في واحد الموقع يعني، والله يسامحهم هاد الناس، واحد الجريده الكترونيه درت لنا واحد الشوه هذه واحد جوج سيمانات، جبت واحد المراه وقفاتها في لايف وتيقول لها لي زاجونس دو فواياج تينصبوا وتيديروا تيفعلوا تيتركوا، السيده عندها ان بون دافوار. على الاقل الواحد تيسمع كما تنقولوا القاضي تيسمع من جوج، ما ديرناش فضيحه وتقول لي زاجونس من طبيعتهم تينصبوا. لا سيدي، حنا وتنوجد الكلام حنا ما تنصبوش، وهذا المشكل هذا راه غرقنا تغريقه ربي اللي عارفها. راه كاين الناس اللي ما تلقاش ما يدخل ولادو حتى ما ياكلو ياك، وفلوسو عنده وحلين عند لي كومباني ايغيان وحلين عند لي زوتيل. نعم، اذا حنا تنتمناو وهذا نداء للمسؤولين انه يلقاو واحد الحل وسط ما بين هاد الناس، لان الله يكون في العوان حتى داك الزبون راه باغي فلوسو، ولكن هذاك وكاله الاسفار حتى ياخذ شي واحد اللي ساندها ويوقف معاها ويرجع فلوسها ياك، اللي هي حطاهم كوم ديبوزيت عند لي كومباني ايغيان وعند لي زوتيل. كاين لي زوتيل هو يعني النقاش راه مطول، وكاينين بزاف ديال النقاط اللي خاصنا ندويو عليهم حنا اليوم. ربما الموضوع كنا هذا الموضوع لا اسمحي لي لاله سكينه، لان هذه النقطه بالذات لاله سكينه الله يخليك، لان نقطه مهمه جدا ويعاني منها كل وكالات في صمت. انا معك وكنقدر هذه المساله هذه، وربما حنا اليوم راه ناقشنا الموضوع بشقين، راه ناقشنا المعاناه ديال الناس اللي كينتميو لوكالات الاصفار او اللي كيسير وكالات اصفار، وايضا المواطن اللي عنده رغبه في انه يتحرك او انه يسافر ولكن دايخ ما عارف فين يمشي ولا فين يجي. وربما هذه النقطه اللي شرتي لها مهمه جدا ديال الحج والعمره، لان اثرت نقاش كبير. انا غادي نرجع عندك لا اسماء لان مابقاش معنا الوقت بزاف. ختاما يمكن لك تقولي الرساله ديالك وايضا شنو يمكن لك توجهي من خلال البرنامج. تفضلي لاله اسماء. الله يخليك، بنضيفي واحد النقطه للي قالت لا ايمان، هاد المعاناه اللي كيعانيو منها الناس اللي كيديروا العمره بالخصوص لانهم محطوطين في الواجهه دابا مع الزبون اللي كيجيهم مباشره للوكاله، وما كنتمناش ديك الوضعيه اللي كنشوفوها عند وكالات الاصفار ديال العمره نشوفوها هاد العام، لانهم غيكونوا في وضعيه لا يحسدون عليها. ولكن حتى حنا لي زاجونس ريسيبتيف راه كنعيشوا واحد الوضع اللي هو موازي لهذا الوضع ديال هاد لي زاجونس اللي كيديروا العمره. حتى حنا راه لي زاجونس لي تور اوبيراتور اللي كنخدموا معاهم لي ترونجي للمغرب راه سادين وفلوسنا عندهم، ما مخلصيناش في لي زوبيراسيون. حنايا لي زوبيراسيون حنا كيف قدمتيني في الاول على انني اون اجونس اللي كندير لي زيفينمون، كانوا عندنا دي زيفينمون اللي خديناهم وعطينا لي ديبوزيت ديالهم لي زوتيل. لي زوتيل دابا لي تور اوبيراتور اللي كيخدموا معانا روبورتاو الوغ لي زيفينمون انيلاو كاريمون، وعرفنا المبالغ الكبيره اللي كتكون تدخل في هذوك لي زيفينمون كيتعطاو للاوتيلات. لا الاوتيل عنده منين يرجع لينا، ولا حنا عندنا منين نرجعوا لي تيو، الو حنا عندنا مشكله خصنا نرجعوا بلو دوفيز، بينا نرجعوا بالاورو ولا بالدولار، بينا نرجعوا بالدوفيز. يعني لاجونس دو فواياج مدام قلتي اخر نقطه غنقولها لك، زعما نهار بدينا في لاجونس دو فواياج كنا فرحانين، بينا حنا نبعدوا على اننا نبقاو نتسناو الخدمه من عند الدوله ولا وظيفه من عند الدوله، مشينا درنا دي بروجي ديالنا،
خدمنا معنا الناس كي قالت لا إيمان في الأول خمسة الناس جات هاد الأزمة ما كانت حتى واحد معتبرها بقينا هكا حتى شي حاجة حنايا دابا ما عندنا إلا جالسين كي قالت لا إيمان خمسة ولا ستة في المية اللي في الشيف خضافر قلت لها أنا قبيلة زيغو حنا راه زيغو بيسكو لي فرونتيير مسدودين أون في لي غيد لي غالي راه لي باطو مسدودين ما كيجيبوش وهما لي زيفينمون الاولين اللي تانيلاو لي زيفينمون لي سيمينار لي كونغري راه ما كاينينش لي سيركوي اصلا فين بغيت ديرهم حتى الا جا ان غروب فين بغيت ديرو بقينا هكا لي فرونتيير مسدودين درنا لجيت لو توريزم لوكال الوغ لانفورميل اي لانفورميل راه قاتل ميم لو ريسيبتيف شفتي انا نقول لك الحل الوحيد الا ما كانش الاصلاح ديال الوضعيه ان لي زوتيل يعرفونا حنا راه دي زاجونس ريسيبتيف حاجه وحده قبل ما ننسى كنا بغينا نشجعوا للديجيتال بغينا نديروا الديجيتال بغينا نديروا لي اونلاين سيستم الوغ كنلقاو راسنا كي يشجعوا لي اونلاين اترانجي كي قالت لا ايمان ولي بلاتفورم اترانجي كلك سوا بي تو سي ولا بي تو بي حنايا لاجونس دو فواياج ماروكان مهمله صافي بحال بغاوها ما تبقاش ولا الله اعلم ماشي ما كنهضرش على الوزاره الوصيه ولكن تنهضر على الناس اللي كنكولابوريو معاهم بحال حنايا انترميديير بغاو يحيدونا ولا الله اعلم بقينا جالسين كي قلت لك في الاول لي اون باي لي زامبو لي زاسورونس لا ايمان دارت واحد الحركه وراه كتبات للناس اللي مكلفين بلي زاسورونس على الله يسمعوا ليها كلشي اون باي لو تو اي لو شيفر دافير زيرو وفلوسنا حاصلين عند لي زوتيل فلوسنا حاصلين عند لي تيو الناس اللي عمرها فلوسهم حاصلين عند لي كومباني حاصلين عند لي زاجونس عند لي زوتيل ا ليترانجي وكنتسناو يمتى الله اعلم للاسف صراحه اول مره هاد الحلقه ما نقدرش نستجمع الخاتمه لانه كاين بزاف ديال النقاط فانا صرحت كنطرح السؤال اشنو غيوقع منا الغدا لانه هذا قطاع اللي هو حيوي كيعتمد على 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 لقاءات اجتماعيه تعتمد على على ناس من المغرب وخارج المغرب كيعتمد على مجموعه من المتدخلين ومجموعه من المؤسسات ومجموعه من الشركات فبالتالي يعني الوضع فعلا صعب انه يمكن يتحط عليه شي اطار لا ايمان ختاما شنو يمكن لك تقول ختاما للسكينه انا تنتمنى ان هاد المشاكل اللي يعني طفات فوق السطح يعني اللي هي كانت موجوده ولكن دابا انها رجع يعني تفضحات يعني بالوباء ولا بلا بانديمي تنتمنوا ان نلقاو الحلول الجذريه قبل ما تسالى لا بانديمي ياك لو قبل ما حنا كل هاي تلها وبدات تجري تنتمنى اننا نلقاو واحد الحلول الجذريه وتنتمنى ان تكون عندنا تمثيليه في المستوى الذي يليق بالمهنة لان انا مهنيه هذه 25 عام وانا تعلمت مع الناس القدام ديال المهنه ولي الله يرحمه واللي مازال الله يعطيه طول العمر تعلمنا مع هاد الناس انا هاد المهنه حبيتها وعشقتها انا كوكيله اصفار وكممثله لوكاله الاصفار رباط سلا والقنيطره وتنقول لك المعاناه ديال وكاله الاصفار مالها اول من اخر وما غادي يحلها حتى واحد لا الوزاره الوصيه مشكوره لان غادي نحلوها حنا بيناتنا كمهنيا لان ما تيحك لك يضفرك لان ما كاينش تعرف مشاكل قدك انت يعني حنايا كما هي مهنيين لا درنا يدينا في يدين بعض غادي نقدروا نوصلوا لشي حل لا نقدروا نوصلوا لبر الامان مادام حنا كلها تيجر من جهته لي زوتوريتي يجروا لي ترانسبورتور تيجروا لي زاجونس دو فواياج تيجروا وكلها تيجر من جهته وشي مضارب مع شي وشي تيحفر لشي راه ما غادي نوصلوش هنا نداء لهاد الناس كلهم هاد الناس كلهم وتنتمنى ان هاد العمليه هادي تكون تحت وصايه الوزاره الوصيه باش نلقاو حل وسط ما بيناتنا وتنقول لهم انه حنا مغاربه في بلادنا غادي يكون عندنا عطيونا شويه القيمه حنا في بلادنا بغينا شويه القيمه حنا بلادنا بغينا نكونوا تنتعاملوا في بلادنا اننا حنا
اكثر من الناس الاخرين. علاش غادي نعطي لو تيو اترانجي بحال اللي انا تنمشي لبلاد اخرى وتيجيني النفس وتيقول لي لا انا ما نخدمش معاك هاد لو تاريف سبيسيال لاجونس دو فواياج بلادي وما نعطيكش. والمواطن المغربي د هادوك البلادات الاخرين تيقول له عنده ان تاريف سبيسيال بوغ لي ناسيونو ما تياخذو حتى واحد ياك. وشجع وحيت عيط هذاك هذاك لو كليون لوطيل يقول له لا فيي كونتاكتي فوتر اجونس دو فواياج كي ان تاريف اكسيبسيونيل. ياك انت في الاخر كفندقي الخدمه تجي لعندك وخلي هاد باب الرزق محلول وخلي هاد العائلات كلهم تياكلوا طريف الخبز راه ما عندنا فين نديروهم. لحقاش الا انت يا كترونسبورتر ولا كصاحب فندق ولا هذا ما شجعتيناش ودرنا اليد في اليد راه حنايا مهنه عايشين منها عائلات كثيره ياك بصفه مباشره وغير مباشره. وعاود نقولها وتنتمنى تمثيلية تليق بالمهنه من غير اختلافات شخصيه وصراعات شخصيه. نخليو الصراعات مورانا ونشوفوا تمثيليه ترقى الى المهنه. وشكرا على اللي سكينا وسمحي لنا على الواقع هو هذا. هادشي اللي عطى الله. انا تنقدر دائما الحماسه ديالك لا ايمان. مشكوره جزيل الشكر يا حماسه من باتقه من غيره. شكرا جزيلا. لقيت الله يخليك قبل ما تختمي بغيت نقول لله ايمان واحد الحاجه نطلبوها حتى من الوزاره الوصيه هي اعاده احياء دوك القوانين اللي هما راه باقيين راه ما ملغيينش بحال اللي كيعطيو القيمه لاجونس دو فواياج ماروكان كيف قلتي اللي هما كاينين في دول اخرين وحنايا ما عندناش لان بلا بهم راه ما نقدروش نخدمو. لان الا ما كانش الاصلاح ورجعوا للواقع ما عمرنا غادي نخدمو. و1400 اجونس كلها بعائلاتها غادي تمشي. والله سكينة واحد الشكر الله يخليك واحد الشكر عافاك دقيق تفضلي واحد الشكر للسيده الوزيره ناديه فتاح لان جات في هذه الازمه هذه وقدرات انها دير بزاف ديال الحوايج. شكر للمدير الجوده والتقنيه. شكر للكونفدراليه الوطنيه للسياحه ويعني شكر للكونفدراليه الوطنيه للسياحه اللي سهرات على يعني اخراج لو سيكتور من الازمه ديالو. وسمحي لنا سكينه لنا طولنا عليه. لا ايمان لا ايمان وينش لانه حتى هو راه والمكتب الوطني للسياحه طبعا مرحبا. مشكوري جزيل الشكر. طبعا الحال كنخدر معنا اليوم لاله ايمان المراني رئيسه جمعيه وكالات الاصفار بجهه الرباط سلا القنيطره وصاحبه وكاله للاصفار. ايضا لاله اسماء بن بوشه مديره وصاحبه وكاله للاصفار بمدينه مراكش. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركه الطيبه. هو قطاع من ضمن القطاعات اللي اخترقته الازمه. تجربه كوفيد هي تجربه ماشي سهله اللي مرينا منها. تجربه اللي عطتنا دروس كثيرة وعبر كثيرة على المستوى الإنساني الاجتماعي الاقتصادي وغيرها. هاد التجربة هذه خلات فينا أثار ولكن في نفس الوقت غتخلي علينا تأثيرات. اليوم كيف ما قلت حنا على مشارف أنه نستفدو من اللقاح ضد كوفيد 19. كاين بوادر اللي كتبين بأنه في أشهر القدام إن شاء الله غتكون عندنا قدرة على أنه نرجعو تدريجيا لحياتنا الطبيعية ونرجعو نمارسو كل ما كنا كنمتازو به في حياتنا الطبيعية بطبيعة الحال. إلى جانب هذا كثير من الأمور اللي تثار وكثير من التصورات اللي تثار وكثير من النقاشات اللي كتثار حول مجموعة من القطاعات. اليوم كانوا عندنا سؤالين جوهريين، واش نسافروا ولا ما نسافروش؟ وشنو هو الحال ديال وكالات الاصفار في مدينه من المدن اللي هي سياحيه بطبيعه الحال هي مدينه مراكش، وايضا في جهه من الجهات اللي هي بطبيعه الحال عندها واحد الوقع في 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 الخريطه السياحيه في المغرب. ولكن كنعاود نختم اللقاء بثلاثه الاسئله. واش نسافروا ولا ما نسافروش؟ واش غير خصنا نلتزموا بالرخصه ونلتزموا بالشروط الاحترازيه ونجلسوا في ديورنا حتى تدوز الازمه؟ وهذه مسألة اللي كنشوفوا باللي الناس بدات كتحاول أنها تترخى معها نوعا ما. واش كنفكروا في هذا القطاع اللي يمكن نعتبروه حسب تصريحات الناس اللي كينتميوا ليه شبه جامد، لأنه كاينه حركة ولكن هذه الحركة بطيئة جدا أو لا كيف ما قالت لأسماء زيرو في شيفر دافير.
هنا كتطرح اسئله كثيره، وللاسف ختاما المفروض ان نكون جاوبنا على مجموعه من الاسئله، ولكن غنزيدو نطرحوا اسئله اخرى. نتمنى انه نلقاو الجواب في القريب العاجل، حتى انه نقدروا نخرجوا نتنفسوا شويه نسافروا نستمتعوا بوقتنا، ولكن في نفس الوقت وحنا واخدين جميع الاجراءات وما خايفينش على راسنا وما خايفينش على وليداتنا من هذا الوباء اللعين. ايضا كنتمنى انه في القادم من الايام ما نسمعوش باللي كاينه اسر اللي كتشرد لانه القطاع ديالها واقف وما لقياش ما تاكل، وهذا الشيء اللي شاروا ليه بطبيعه الحال الضيفات الكريمات اللي كانوا حاضرين معايا، غيره على المهنه ديالهم، غيره على القطاع اللي كينتميو ليه، ولكن ايضا كاين غيره انسانيه على واحد اخر اللي ما لقيش لانه القطاع جامد ووقف. كنشكر بطبيعه الحال هشام ابو زوال رفقنا اليوم في الاخراج، شكرا لكم، اعود والقاكم الاسبوع المقبل في ملف جديد، والواقع هو هذا.